بالمناسبه ماذا بيا معناها الفوكاليزاسيون كما يقولوا، هل التركيز على نهار فيكساسيون ولا كيفاش تسمى تمركز على 14 كانه بعد نهار 14 نفس النهار ودقيقه باش ما ثم شيء، بعد نفس النهار ثم مضي ساعه، وبعد نهار 14 ثم نهار 15 ديسمبر وثم كذا وماشيين لقدام. ولو كان وصلتوا باش تعملوا مليون راكم طيحتوها الحكومه، ولو كان غدوا تجيبوا مش مليون تجيبوا 200,000 الوضعية بتاعكم يظهر أن القوة السياسية كبيرة في البلاد. وأنا نقول لا، الأصل أن الحكومة هذه تواصل سيرها تحكم، والمعارضة تعرض روحها وتريش لذاح تهبط اللي تحب زادة، تعمل اللي تحب زادة، وجهدك يا علاف.